السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنشتغل الدرس الخامس من دروس تعليم الكروشيه من الصفر للاحتراف إن شاء الله، ألا وهي غرزة إيه؟ غرزة الحشو. غرزة الحشو طبعا دي من أسهل الغرز اللي تقدر تنفذي بيها أي شغل أنت تحبيه أو أي شغل مطلوب منك، أي سكاب، شنط، كوفية، سليبر أو لكلوك لطفل صغير، اي حاجه تحب تنفذي بيها، بطانيه البيبي، اي حاجه تحب تنفذي بيها اي شغل باذن الله تقدري تنفذي بيها من غرزه الحشو دي، لانها سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت وفي نفس الوقت بسيطه وشغلها سهل يعني. طب نبدا على بركه الله، هنشتغلها ازاي غرزه الحشو دي؟ معايا ابره رقم 5 زي ما اتفقنا، بنتعلم في ابره كبيره وخيط برده سميك، خلاص كده عشان الشغل يبقى مريح معاكي وما تتضايقيش. بنشتغل عقدة البداية بتاعتنا اللي احنا متعلمينها اهي، خلاص كده اتكلمنا عليها طبعا في فيديوهات اللي فاتت. نشتغل عقدة البداية تمام كده، ونوسع الدايرة اللي معانا دي عشان نقدر نشتغل. هنشتغل 10 سلاسل، 1 2 3 4 كده، 5 6 7 8 9 10 كده، اشتغلنا كام؟ 10 سلاسل تمام كده. في البدايه خالص كده ان احنا ما بنشتغلش في الغرزه اللي طالع منها الابره دي، الغرزه اللي تحتها على طول اللي هي دي ما بنشتغلش فيها، بنشتغل في الغرزه اللي وراها على طول اهي، بندخل فيها على طول كده، بندخل فيها خلاص اهي، ونيجي نسحب بخطاف الابره. شايف خطاف الابره فين؟ قدام الخيط اهو، يعني الابره الخيط قدام الابره تمام كده، بتسحبيه كده لتحت عشان يمر من خلال السلسله اللي احنا دخلنا فيها الابره دي، خلاص كده اتكونت معانا حلقتين اهي. نسحب خيط تاني خلاص كده، ونطلع منهم الاثنين مع بعض تمام كده، عندنا حلقه على الابره، ندخل في السلسله اللي وراها اهي، ندخل في السلسله اللي وراها اهي كده. تاني هنشتغل غرزه حشو تاني، نيجي نسحب الخيط بخطاف الابره، نسحبه كده لتحت، هنطلع من نفس السلسله اللي احنا دخلنا فيها اهي كده، معانا حلقتين، نسحب خيط تاني بخطاف الابره، ونطلع منهم الاثنين مع بعض كده، اتكونت معانا ايه؟ غرزه الحشو. تاني بندخل في السلسله اللي عليها الدور اهي، شايفينها ازاي؟ نيجي نسحب خيط بالابره تمام كده لتحت، نسحب الخيط كده لتحت، معانا اهو معانا حلقتين، نسحب خيط تاني ونطلع منهم الاثنين مع بعض. دي كده غرزه الحشو، سهله جدا ما فيهاش اي مشكله اهي. انا والله ليا 4 سنين او 3 سنين شغاله، كان اول شغل بيجيني، خدت فتره اشتغل اي شغل كان بيجيني بشتغل بغرزه الحشو دي، شنط، كوفيات، اي سكاب، اي شغل كان بيجيني كنت بشتغل بغرزه الحشو، لانها كانت سهله لي انا كمبتدئه يعني في البدايه خالص. فغرزه سهله ممكن تنفذي بيها اي شغل يطلب منك بكل سهوله اهي، شايفه ازاي من تكرار السطور اهي تمام كده. طب انا وصلنا كده لاخر غرزه عندنا، وعايزين نرتفع سلسله، هنرتفع سلسله عشان نلف الشغل ونشتغل على الغرز السلاسل اللي احنا اشتغلناها، نشتغل دور تاني او غرزه الحشو دي نشتغل دور تاني. هنرتفع كده سلسله واحده، احنا طبعا عرفنا السلسله ازاي، بنرتفع سلسله واحده ونلف الشغل بتاعنا اهو كده ظهر الشغل تمام كده، وتشتغلي برده تاني، تيجي تحت كده عندنا اتكونت عندنا غرزة الحشو اللي هي مكونة من ايه؟ من ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي اهو، شايفين الضلعين اهو دول كده اول غرزة حشو اهي تمام كده. ندخل فيها برضو اول غرزة حشو اهي، ندخل فيها خلاص كده، نسحب خيط برضو، عندنا حلقتين نسحب خيط نطلع منهم الاثنين كده، اتكونت معنا غرزة الحشو. تاني ندخل على غرزة الحشو التانية في الدور الاول في السطر الاول اهو، برضو نفس الكلام، ندخل فيها نسحب خيط
عندنا حلقتين نسحب خيط تاني نطلع منهم الاثنين. شايفه ازاي؟ اهي بتفضلي تشتغلي بنفس الطريقه، تخلصي كل السلاسل او كل الشغل اللي معاكي بنفس الطريقه. بتيجي في بدايه السطر بتشتغلي غرزه حشو، واخر كل دور بتشتغلي بترتفع السلسله واحده، عشان ارتفاع غرزه الحشو سلسله واحده. خلاص كده اهي، تفضلي تكملي الشغل اللي معاكي بنفس الطريقه، سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. في دي غرزه الحشو العاديه، في عندنا برضو غرزه الحشو العكسيه، ان شاء الله برضو نشتغلها مع بعض، بتكون احلى من كده وشكلها اشيك من كده. عندنا اخر غرزه اهي بتكون مايله كده لتحت اهي كده، برضو ما بنسيبهاش عشان الشغل بتاعك يبقى مظبوط اهي، اللي هي اخر غرزه دي برضو بتشتغليها عشان الشغل بتاعك يبقى مظبوط اهو كده. خلاص بنفس الطريقه تقدر ترتفع اسطر زي ما انت حابه بغرزه الحشو، وتشتغلي اي شغل يجيلك ممكن تشتغلي بغرزه الحشو دي، غرزه بسيطه وسهله وفي نفس الوقت ما فيهاش اي مشكله. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم باذن الله واستفدتوا منه. بس لو استفدتي من شرحي ومن الفيديوهات بتاعتي ما تنساش في لايك واشتراك وتعليق، فعلي الجرس عشان باذن الله يوصلك كل جديد. واسيبكم في رعايه الله وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.